مشاهدين انفاس بريس داخل المغرب وخارج المغرب، حنا كنتواجدوا مدينه الرحمه، كتعرف واحد التحول يعني من السوق العشوائي الى السوق النموذجي. كما شفتوا بشرنا عمليه ديال هدم العربات العشوائيه اللي غيتم افتتاح يعني هذا السوق النموذجي يوم الاربعاء، الافتتاح الرسمي ديالو. غنشوفوا ارتسامات مع رئيس الجمعيه المكلفه بالسوق النموذجي وكذلك مع المستفيدين في هذا السوق النموذجي لمدينه الرحمه. الا بغيتوا تشوفوا ارتسامات اجوا معنا. كما تشوفوا احنا اليوم في واحد الفضاء التجاري للقرب، هو فضاء اللي اجتمعوا فيه مجموعه من البائعين الجائلين اللي كانوا كيمارسوا النشاط ديالهم يعني في الازقه في الشوارع ومحتلين الملك العام. اليوم كنشوفوا بان مدينه الرحمه انها يعني قامت بواحد العمل، او عماله اقليم النواصر قامت بواحد العمل اللي هو عمل جبار، يعني انهم قاموا بهذا الفضاء، بناء هذا الفضاء التجاري للقرب اللي استفدوا فيه مجموعه من البائعين الجائلين اللي عددهم 460 بائع جائل اللي كيمارسوا مجموعه من الانشطه، منها الملابس، منها الفواكه، منها الخضار. كذلك كما تشوفوا انه كاين فضاء اللي خاص بالماكولات، فضاء اللي خاص بالسمك، يعني جميع الانشطه اللي كانت كتزاول في الشارع حاولنا ندخلوا يعني البائعين الجائلين لهذا الفضاء اللي هو منظم، اللي كيحتوي على الحراسه، كيحتوي على النظافه، كذلك كاينين كاميرات المراقبه، يعني ان البائع الجائل كيخلي جميع الامتعه ديالو هنايا وتيمشي، ما عندوش من اش يخاف، الامور كلها مضبوطه الحمد لله. ان شاء الله الافتتاح كما يعلمون الجميع انه غيكون يوم الاربعاء، اللي كتلاحظوا بان السلطات المحليه كتقوم بالهدم ديال هاد الناس اللي مستافدين، يعني مستافدين ان حاولوا باش يهدموا لهم يعني دوك جميع الكراريس وجميع داك الشيء باش يحاولوا يدخلوا يزولوا النشاط ديالهم في هذا السوق هذا. شوف هو ضروري في اي مجال راه كتلقاه واحد الفئه راضيه وواحد الفئه ما راضياش، لكن اللي نكونوا منطقيين نشوفوا بانه واحد كيعيش في الشارع العام، يعني كيمارس التجاره ديالو في الشارع العام، كيتعرض لمجموعه من المسائل كيتعرض لها. هنا الحمد لله انه دخل في الفضاء اللي هو منظم، تيدخل في واحد الوقت وتيخرج في واحد الوقت، يعني ما عندوش من اش يخاف، كاينه حراسه كما ذكرت، كاينين يعني كاميرات، يعني عايش يعني ولات عنده واحد القيمه. الاجره اليوميه مقارنه مع جميع الاسواق اللي كاينين في المغرب انها واحد الثمن اللي هو يعني في متناول الجميع، متناول يعني ثمن 20 درهم اليوم، يعني كيجي مبلغ 600 درهم في الشهر. هذا المبلغ هذا اللي مقارنه مع اماكن اخرى، انهم فضاءات اخرى، انهم اللي كيخلصوا واحد المبلغ ديال 1200 درهم. حنا حاولنا كجمعيه يعني نخفضوا لهاد الناس هادو، نديروا لهم واحد المبلغ يعني اللي غادي يلائم الوضعيه ديالهم. الحمد لله انا من المستفيدين ديال منطقه الرحمه دار ابو عزه، كما كنشوفوا هنايا السوق النموذجي اللي غتعطي انطلاقه ديالو ان شاء الله هاد السيمانه هادي، وكنتمنوا خير، ولكن غنهضر على واحد النقاط هما اللي يعني غنبقاو نخلصوا واحد 600 درهم هي اللي قاصحه شويه. يحاولوا واحد 300 درهم ديال النظافه مزيانه متناول ديال الجميع، يعني شكون اللي غيضر؟ المواطن هو اللي غيضر، يعني الكروسه كما كتعرفها الكروسه راه شعبيه، يعني كلشي كيبغي الكروسه. واحد الثمن بحال المطيشه كانت ب 60 ريال ولا هذه، من غتدخل في السوق النموذجي يعني غتولي تخلص واحد 600 درهم، واحد المبلغ ديال 600 درهم قاصحه شويه. يعني المواطن هو اللي غيضر. الصراحه العشوائيه حنا راه غنقولوا واحد الكلمه، حنايا فوضويين، يعني حنا راه ما كرهناش، يعني هذا السوق هذا مزيان، وكنبغي نشكروا سعاده القايد اللي هو السي محسن، وكنبغي نشكروا رجال الدرك الملكي واول المساعدين، يعني الحمد لله ما عمرنا شفنا منهم شي حاجه خايبه ولا داك الشيء، حنا معاهم. انا هاد الحوايج هما اللي هضرش عليهم، يعني راه انت عارف انك تولي تخلص واحد 600 درهم المواطن هو اللي غيضر. وبالنسبه لي ان هذه المساله كانت شويه معطله، مي لكل زمن الرجال، نتمنى من الله سبحانه وتعالى على ان الشعار ديالنا القوي هو الترقى باش تبقى، وكون خير انا مع السوق النموذجي ومع التقنين، بلادنا عزيزه علينا، وكون خير الناس عندنا هنا ضايعه، الناس راه ما لاقياش فين غتخدم في غادي وهادي، لو كون كانوا بزاف ديال الفرص وبزاف ديال لي زوبورتونيتي، الناس راه ما غتفرش هنايا، راه حتى واحد ما مرتاح ليه، ولكن هذه البديره بديره طيبه، ونتمنى انها تعمم، لان علاش؟ لان هذا الشيء ماشي على اساس ان غيتخاد واحد، ما عرفتش غادي نوصل ليك، انا اللي كيبان لي على ان هذا الشيء كله في الصالح العام، اقسم بالله وغنزيد ناكدها، شعارنا في المغرب دابا ترقى باش تبقى، احب من احب وكره من كره، بلادنا حنا كنفكروا باغي نزيدوا بها لقدام، راه كيقول لك لامور سو سون دي ساكريفيس، وحنا بلادنا غاليه علينا.